أكبر مؤسسة اقتصادية تلتهم وبل تقوم بتشريف وحذر ثروات الشعب الإيراني. لذلك الآن الحالة الجديدة التي استجدت في إيران وتختلف عن سابقاتها هي أن معركة الشعب معركة المعركة والصراع اللي هو داخل النظام بين ما يسمى بالإصلاحي والمتشدد والمعتدل وكل هذه التسميات إنها تغيرت، لأنه الآن أصبح الصراع الرئيس بين الشعب بكامله وبكل مكوناته وقومياته مع النظام الإيراني بكل أجنحته. لذلك ولأول مرة نرى بأن هذا الصراع ينتقل من داخل الشارع الإيراني إلى داخل النظام الإيراني. لذلك أنتم شاهدتم قبل 3 أيام كان دولة روحاني، حكومة روحاني ذهب إلى قبر خميني وطالبه هناك بالوحدة ونبذ الخلافات، ولكن الثاني يوم نرى بأن وزير الاقتصاد يخفى وتسحب الساقة عنه. هذه الحالة التي جنابكم سألتم السبب، إن خامنئي وبيت ولي الفقيه يريد أن يلغي اللوم بسبب الانتفاضة الشعبية التي بدأت من ديسمبر 2017 واستمرت، وفشل النظام فشلا ذريعا في إخماد هذه الانتفاضة. ونحن اليوم نتكلم مع إذاعتكم مع تلفزيونكم المغاربي المبكرة، ونحن في مريوان لدينا أحد المدن الكردية في إيران، لدينا مظاهرات كبيرة والجولة الثالثة لإضراب عن العمل لسواق الشاحنات بدأت تعم. مرة السابقة كانت تقريبا 300 مدينة. الآن النظام الشارع الإيراني يغلي، الشارع الإيراني يغلي والنظام يعني هل المعزل. تعتقد أنها بوادر أزمة سياسية بين يعني سيد يلغي اللوم بحاجة سريعة على